إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات. مسارات بين رؤى التطور والتحديث. مسارات وتحت مظلة احتياج المواطن بين البر والبحر والجو. نكون سلسلة متصلة تصل إلى غايات هادفة تحت مظلة الوطن. بسواعد شبابها. بأبجدية النماء والعطاء. مسارات. في لوحة البداية يصوت مساراتنا يونس بن سليمان البوسعيدي وكامل بن فاضل الهنائية. مسارات. عيون المواطن هي رقي الواقع. يسطر سطور المسارات أحمد بن سالم الكلباني. مسارات. وبين مسار وآخر تبقى هذه الضيافة بمعية المخرج حمد بن عامر الوردي. مسارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مسارات. حلقة اليوم ستكون عن خطط واستراتيجيات الشركة العمانية للنطاق العريض لعام 2018، وحول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفنا في الاستديو المهندس خلفان بن محمد العامري، مدير توصيل الخدمة بالشركة العمانية للنطاق العريض. مهندس خلفان، أهلا وسهلا بك معنا في مسارات. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات الكرام، شاكرا لكم هذه الاستضافة لتوضيح دور الشركة العمانية للنطاق العريض في عالم الاتصالات بالسلطنة. الله يسلمك مهندس خلفان. يعني الشركة العمانية للنطاق العريض كما هو معروف هي شركة عمانية تقوم بوضع البنية الأساسية للاتصالات من خلال مد شبكة الألياف البصرية في ربوع السلطنة، وربما هي تمارس عملها من سنوات، لكن في هذه الحلقة سنركز عن أعمالها في عام 2018 وعن خططها القادمة أيضا وكيف خدمت المستفيدين منها. ودعنا نبدأ بداية بالأهداف التي تعمل الشركة على تحقيقها خلال هذا العام. شكرا أختي نايلة. أولا أود أن أشير إلى ما تحقق في عام 2017، حيث قامت الشركة بتغطية ما يقارب 205,000 وحدة سكنية بمحافظة مسقط، أي ما يعادل 58% من الوحدات السكنية، وتم تغطية أيضا 15,000 وحدة سكنية في المحافظات الأخرى. وتعمل هذه السنة الشركة على تغطية 70,000 وحدة سكنية أخرى في مسقط، بحيث بنهاية العام تكون الشركة تغطيت ما يقارب 65% من الوحدات السكنية، وأيضا تعمل على تغطية 45,000 وحدة سكنية في المحافظات الأخرى، بحيث تتمكن من تغطية 10% من الوحدات السكنية في المحافظات الأخرى مثل ما ذكرت. يعني هذه هي أهدافها اللي تسعى أن تحققها في 2018. بالفعل. نعم. طيب المناطق التي تم الاختيار ووقع الاختيار عليها من أجل تغطيتها هذا العام، ما هي الأسس والمعايير التي بناء عليها تم اختيارها؟ أولا سأتطرق للمناطق التي تم تغطيتها، ثم سأتطرق للمعايير التي تم اختيارها. في محافظة مسقط سيتم تغطية منطقة الخوير ومنطقة السلطان قابوس وولاية العامرات وبعض المناطق في ولاية السيب التي لم تغطيتها سابقا، وأيضا ولاية بوشر ابتداء من مرتفعات المطار إلى فلق الشام، وأيضا سيتم تغطية بعض المناطق في ولاية صلالة كمركز المدينة في صلالة والسعادة وأيضا ولاية المزيونة. وعندنا بعض المشاريع في شمال وجنوب المناطق مثل الباطنة مثل مركز المدينة في ولاية صحار وأيضا المصنعة، وعندنا مشاريع في نخل والعوابي في جنوب الباطنة هذا. نعم. أيضا في عندنا مشاريع في منطقة الداخلية مثل الجبل الأخضر وبدبد ونزوة، وأيضا في بعض المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى. كيف تم اختيار هذه المناطق؟ منذ إنشاء الشركة عملت الشركة على توقيع عدة اتفاقيات مع بعض المؤسسات والشركات الحكومية الخدمية الأخرى، بحيث تستغل مشاريعها القائمة في تلك المناطق من ناحية الحفريات، بحيث يسهل علينا سرعة التنفيذ
وأيضا تقليل التكلفة في هذا الجانب. فمعظم المناطق التي تم اختيارها في هذا السنة توجد فيها مشاريع خدمية أخرى. وعلى ضوء ذلك تم اختيار هالمناطق. وأيضا إضافة إلى ذلك نتلقى في بعض الأحيان طلبات من المشغلين اللي هم عمان تل وريد وواصل لتغطية بعض المناطق التي بالنسبة للمهمة تغطيتها في الوقت الحالي. وعلى ضوء يتم تغطيتها وعمل اللازم على ذلك. الألياف البصري. يعني حتى تكون أعمال الحفر واحدة. يعني ما يكون عمل حفر مرتين. نعم. كلام سليم. وأيضا هذا يعني تعرف عادة المواطنين يزعجوا من هذا الأعمال تكرار أكثر. فالشركة تسعى لتقليل هذا العمل للحد الأدنى والممكن. وأيضا بالعادة هذه المشاريع 70% تكلفتها تكون في الأعمال الإنشائية والحفريات. فلما نشتغل مع الأخوة في الشركات الأخرى الخدمية الأخرى جنب الجنب ستقلل من هذه التكلفة وتسرع أيضا في عملية تنفيذ المشاريع وتوصيل الخدمة في أسرع وقت ممكن للمواطنين والمقيمين في السلطنة. نعم. طيب مدى جودة الألياف البصرية؟ يعني إلى أي درجة يعني الألياف البصرية اللي تمد يعني على معايير عالية من حيث الجودة؟ طبعا الألياف البصرية تعتبر من أفضل وأنواع الكابلات المستخدمة حاليا في عالم الاتصالات بحيث أنها ممكن تغطي لمساحات شاسعة وأيضا توفر سرعات عالية جدا. يعني في هذه الفترة أسمحنا بعد تنفيذ شبكة الألياف البصرية في بعض المناطق بدأت بعض الشركات توفر سرعات عالية جدا تتجاوز 200 ميجا وقد توصل إلى 1 جيجا. وهذا سابقا ما كانت موجودة ولكن في توفيرها عن طريق الكواب النحاسية سابقا. نعم. بالنسبة لعدد المستخدمين الحاليين للشبكة فهل لديكم إحصاءات دقيقة وواضحة عن العدد؟ نعم. تمكنت الشركة من تغطية وتوصيل لخدمة 50,000 منزل ونسعى إلى مضاعفة هذا الرقم إن شاء الله في الأعوام القادمة بإذن الله. إن شاء الله. طيب هناك عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الشركة العمانية للنطاق العريض مع عدد من المؤسسات الحكومية. فمهندس خلفان من الجيد لو تطلعنا عن مدى نجاح هذه الاتفاقيات وأيضا إذا في ثمة خطط لتوقيع مع مؤسسات أخرى. مؤخرا تم توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه لاستغلال البنية الأساسية التي تملكها وأيضا استخدام المسارات الممنوحة لها في توفير خدمات المياه. وإن شاء الله قريبا سيتم توقيع مع أحد شركات الكهرباء لاستغلال أيضا البنية الأساسية التي تملكها والتي سوف تساعد الشركة لتغطية المناطق البعيدة جدا. وتسعى الشركة حاليا بالتنسيق مع شركات الغاز والنفط وأيضا بعض الشركات توزيع الكهرباء لاستغلال البنية الأساسية التي تملكها لتمديد شبكة الألياف البصرية. نعم. وبالنسبة لمشروعكم مع هيئة تقنية المعلومات ماذا عن هذا المشروع؟ من خلال الاتفاقية الموقعة مع هيئة تقنية المعلومات تسعى الشركة لتوصيل أو ربط 63 مؤسسة حكومية بشبكة الألياف البصرية. تم حاليا توصيل 20 مؤسسة حكومية والمتبقي منها إن شاء الله سيتم توصيلها خلال هذا العام بإذن الله. نعم. ما زلنا معك المهندس خلفان بن محمد العامري مدير توصيل الخدمة بالشركة العمانية للنطاق العريض وما زلنا مع الأخوة المستمعين وهذا الحديث عن خطط واستراتيجيات الشركة العمانية للنطاق العريض خلال العام 2018. تكلمت عن مشاريع عديدة المهندس خلفان قامت بها الشركة وعن نية للتوسع و ما إلى ذلك. فهل يا ترى هذه المشاريع التي قمتم بتنفيذها وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية هل هناك عقبات يعني قابلتكم أثناء تنفيذها؟ إذا في مجال تسرد لنا كيف تم تنفيذ هذه المشاريع عمليا واقعيا؟ طبعا دائما المشاريع البنية الأساسية تواجه عقبات، ومن العقبات الأساسية اللي واجهتها الشركة العمانية للنطاق العريض هي محدودية المسارات لمد كابلات الألياف البصرية. وللتغلب على هذه العقبة سعت الشركة منذ إنشائها لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض المؤسسات والشركات الحكومية لتوفير الخدمات لاستغلال المسارات الممنوحة لها. ماذا تقصد بمحدودية المسارات؟ محدودية المسارات المقصود فيها هنا في كل مخطط يتم توزيع مسارات معينة لبعض المؤسسات والشركات الخدمية. نعم. يتم استغلالها لتوفير الخدمات مثل الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات. نعم. بحكم أن الشركة تم إنشائها في 2014 توجد بعض المناطق يوجد بها الخدمات السابقة وبالتالي وجود مسارات لهذه لمد كابلات الألياف البصرية أصبحت محدودة. نعم. فسعت الشركة توقيع والاتفاقيات مع هذه المؤسسات لاستغلال المسارات الممنوحة لهم بحيث نستخدمها
لمدكابلات الألياف البصرية وتوصيل الخدمات للمشتركين فيها في تلك المناطق. نعم. هذه من العقبات اللي واجهت. نعم. نعم. والحمد لله تمكننا من تجاوز العقبة مثل ما ذكرت بتوقيع اتفاقيات مع معظم الشركات الخدمية يعني شركات الصرف الصحي، شركات الكهرباء، وأخيرا مع هيئة الكهرباء والمياه استغلال مشاريع المياه في عدة مناطق. نعم. يعني استعنتم أو استفدتم من نفس الخطوط الممنوحة مثل الصرف الصحي أو الكهرباء حساسة مدون الألياف البصرية بي. بالفعل. وايضا من العقبات اللي كنا نواجهها مثل ما تعرفون الشركه العمانيه للطاقه العريض شركه حكوميه وكنا في مبادئ الامر نعتمد على الدعم الحكومي ولكن ولله الحمد ابتداء من هذه السنه عند الشركه يوجد لها ميزانيه خاصه وتمويل ذاتي لمشاريع وهذا ما بيساعدنا لتنفيذ عدد اكبر من المشاريع ضمن خططها. طيب انتم يعني عندكم القدره فعلا ان تمولوا نفسكم ذاتيا؟ لله الحمد تمكنت الشركه هذه السنه من حصول على قرض من البنك الاسيوي لتمويل استثمارات البنيه الاساسيه. نعم. وعن طريق هذا القرض بامكانكم ان تنفذوا عدد من المشاريع. بالفعل. وفي مردودية عالية يعني من بعض المشاريع. بالفعل. طبعا ما احنا ما بنحصل تمويل من بنك اقليمي الا اذا بعد دراسة جدوى وتأكد بالفعل ان هذا المشروع ذات جودة عالية وعائد عالي. جدوى اقتصادية عالية. نعم. طيب مهندس خلفان يعني اخر سؤال في الحلقة لانه وقت الحلقة قارب على الانتهاء، ماذا عن خططكم المستقبلية من اجل الاستثمار في البنية الاتصالات وتوفير البنية الأساسية القوية لخدمة الاتصالات في عمان؟ الشركة العمانية للطاقة العريض تملك خطة واضحة إلى 2020 حسب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للطاقة العريض المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر، حيث سيتم تغطية ما يقارب 85% من محافظة مسقط و30% من المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى. نعم. هذا إلى 2020. نعم. يعني هذه خطتكم إلى 2020. نعم. ومن ثم سيتم مراجعة ما تم تنفيذه ووضع الخطط إن شاء الله للمرحلة ما بعد 2020 إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هذا هو موضوعنا اليوم أيها الأحبة مستمعين الأكارم، هو عن خطط واستراتيجيات الشركة العمانية للنطاق العريض لعام 2018. كنا في حديث عن هذه الخطط، عن ما نفذته الشركة من مشاريع، وعن أيضا نجاحها في التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والعقبات التي واجهتها وخططها المستقبلية. أيضا كان هذا الحديث مع المهندس خلفان بن محمد العامري مدير توصيل الخدمة بالشركة العمانية للنطاق العريض. مهندس خلفان شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي نايلة وللمستمعين الكرام، وفي حالة وجود أي أسئلة أرجو منهم التواصل مع حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها حساب في تويتر @عمان_broadband. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المهندس خلفان بن محمد العامري مرة أخرى، وإن شاء الله نلتقي بالأحبة المستمعين في حلقة قادمة من مسارات في الأسبوع القادم. نلقاكم على خير. في الأسبوع القادم لنا مسار آخر. مسارات يونس البوسعيدي، كامل الهنائية، أحمد الكلباني، وحمد بن عامر الوردي. مسارات.